خلينا نصبح عليكم مرة أخرى لكل من التحق بنا الآن واختار أنه باش يعدي صبحية معنا في برنامج نهار كزين على قناة حنا بعل. ونعرف برشا منكم قاعدين يعني من المشاكل اللي تعرضوا لها التوانسة الكل، خاصة المعاملات البنكية. سعيدة برشا باستقبال الخبير محاسب سي قيس فقيه. صبح عليك قبل، شنو أحوالك سي قيس؟ مرحبا بك صباح. اهلا وسهلا. لاباس الحمد لله. سي قيس، كنت نحكي معاك، قلت لك في الاوف، قلت لك منين باش نبدا وشنو باش نسال. ها الواحد على ما قلبه معبي، فهمت بالحق ولا على ما قلبه معبي؟ نخلينا نبداو الساعه قبل كل شيء. قلت لي مش توانسه الكل عنده معناها كونت في البنك، ومش ناس كل يوم مثل تخدم عندها شهريه مثل من شركه ولا حاجه، فماك الاعمال الحره والكل. باهي، هذه مهم برشا انه مش نوضحوا. اما احنا باش نخصص توا الكلام على اللي يخدموا واللي عندهم مشاري تتسب لهم في البنك. مثال، السؤال يطرح نفسه انه انا كي تتسب شهريتي، فما شكون يقول لك ما تنجمش تجبدها توا، لازمك تجبدها مثال بعد نهار بعد نهارين. علاش هذا يا مثال؟ والله هو هذه نسيون اسمها تاريخ القيمه، لا دات فالور، حاجه معمول بها في البنوك العالم كل الحقيقه، مش كان في تونس. لانه تعتبر وقت ثم نقود واللي شهريه تهبط في الحساب الجاري نتاعك، تشوف فيها انت تراها وموجودين الفلوس وتنجم تتصرف فيهم، لكن البنك ما يعتبرهم ملكك وتنجم تتصرف فيهم من غير ما يصير لك حتى ديفري ولا عمولات الا بعد 24 ساعه يعني الغدوه. لانه النوسيون هذه نتاع دات فالور تعتبر ان وقت تصب فلوس يوليو ملكك غدوه، وقت تسحب فلوس كانك سحبتهم البارح. يعني هذه فيها تقنيه بنكيه، لانه البنك هو بيدو يقول لك انا ثم سكون ابيل احنا لورو فينونسمون من البنك المركزي، لانه هو وقت يبدا ما عندوش سيوله يمشي البنك المركزي زاد باش يتسلف. دونك وقت انت الفلوس تجبدهم بالوقت، هو مش قاري حسابه البنك، كانه هو زاد باش لازمه يتسلف من البنك المركزي باش يعطيك الفلوس هذوما. لذا برشا عباد سورتو نحكيو على العباد اللي ما عندهاش فلوس خلاف الشهريه اللي تتصب، يعني كي يجبد الشهريه نتاعو ما عادش يبقى له فلوس في هذاك تقولش عليه خرج، قولوا احنا فروش. معناتها كي تجبد ديريكت الشهريه دوما تتصب، تقولش عليك خرجت الحساب نتاعك في الروج، وتولي البنك يحسب لك عليها عمولات كانك تسلفت على نهار. وبرشا عباد تسالني تقول لي علاش انا بعد تجيني نلقى عمولات وانتريس وانا ما عنديش كريدي. المشكله لانه هذايا الداد فالور تخليك ما لازمكش تجري باش تجبد الفلوس هذوما، ماذا بيك تصبر النهار حتى الغدوه تولي عندك سكون ابيل احنا لا بروفيزيون، ولي عندك المبلغ كامل تنجم تتصرف فيه وما ياخذولكش عليه عمولات بالنسبه للبنك. به سي قيس، كما كنت نحكي قبيله، المعاملات البنكيه اليوم اي بنكه في تونس عندها المعاملات نتاعها مع حرفائها، لكن تختلف ديما من بنك لبنك، واللي يجمعهم انهم يقصوا برشا. خليني نقول باش نبداو واضحين بالداشه نتاعنا، محليهم بهي مع الحرفاء يعطيوك خديت كل شيء، اما الاقصاصات برشا. اليوم التونسي كي يمشي يسال مثال، يدخل البنك نتاعو ويسال يقول لك نحب نعرف انا هذا شنو هو الاقصاص، هذا شنو هو 2000 هذه نتاع شنيه، 1400 هذه نتاع شنيه، 30 دينار هذه نتاع شنيه. هوني المعلومه ما توصلش كما يلزم. الانتيريس هذايا ما فهمناش احنا. صحيح. هو المعمول به هو سامحني مش قص عليك، كي جيت حاسبهم ما تخرج بحد شيء. اي هو راهو لازم نعرفوا احنا البنوك شركات تجاريه، يعني عباد تخدم على روحها باش تربح فلوس. هذا معمول به، دونك لازم العباد ترد بالها وتقارن البنوك، لانه كل بنك عنده اللي نسميوه احنا لي كونديسيون بونكير، يعني الشروط البنكيه نتاعو اللي هما يختلفوا من بنك الى بنك. برشا عباد تمشي تشوف كان لي فري توني دو كونت، يعني العموله على التصرف في الحساب الجاري. وهذا مش هو برك العمولات اللي تاخذها من البنك. برشا بنوك تاخذ لك على عمولات على كل حاجه تعملها، على تجبد ريليفي معناتها كشف حساب، تعمل سحب فلوس من الداب الديستريبيتور نتاع البنك بتاعك او من البنك اخر،
والعملات تختلف من بنك الى بنك. ساعات البنك يعطيك دي فري توني كونت اللي هما مش طالعين ياسر، لكن امشي كي تمشي انت فرحان اللي باش تولي في الحريف البنك هذاك، تكتشف بعد اللي ثم عملات اخرين ما كنتش في بالك بهم، واللي كي تلمهم الكل تولي الحسبه تطلع ياسر. وبطبيعه وقت يبدا الواحد عنده برشا فلوس في الكونت نتاعو ما يتحسهمش، لكن كي تبدا شهريه مش كبيره ياسر يولي الحسبه تطلع وتولي تخش عليه الواحد يخلص في حاجه اللي هو ما كانوش عنده حساب عليها. والظرف المكتوب نتاع التونسي صحيح. حكينا قبيله احنا قلنا على التونسيين اللي عندهم حساب بنكي، راهو تعرف 30% من التوانسه عندهم حساب بنكي فقط، وهذه نسبة ضئيلة وضئيلة جدا. وقت نعرفوا اللي في العالم الأجمع تفوت النسبة هذه 70%، كي نقولوا 30% يعني حاجة صغيرة ياسر. وهذاك اش خلى البنوك في 30% هذوكم يحاولوا زادة يعملوا يستثمروا فيهم ويستغلوهم كما يلزم. يعني هذاك علاش ماذا بينا تونس الكل تحلهم كونت باش بطبيعه كي يكسروا الحرفاء ينقص الحمل شويه، ينقص الحمل على الواحد وتنقص زاده الاقتصاد الموازي، وينقص لانه تولي العباد الكل عندها تراسابيليتي، يعني الحسابات كلها واضحه في البنوك والعباد تجي تشري وتستعمل لي كارد بانكير اللي هما مالوريزمون زاده مش مستعملين ياسر. كان يمكن 15% من التوانسه عندهم دي كارد بانكير، لانه ثم عمولات كبيره ياسر على لي كارد، كسوا بالنسبه للمواطن ولا حتى للتاجر، لانه ساعات ثم بنوك التاجر تاخذ عليه 4% على مبلغ الشراء. يعني ساعات يقول لي تاجر انا ما عنديش ربح 4% والبنك تاخذ لي 4% عموله. هذيك علاش اغلب التجار اليوم في بلادنا، خلينا نقول انا وفي بعض الولايات، تخير انه تخبي الفلوس نتاعها في الدار نتاعها، تقول لك تعمل هكايا خزنه صغيره تحط فيها الملايين غاديك، وتقول لك ما نمشيش للبنك. هذه زاده معناها انه سوء المعامله اللي يخلي معناها التاجر اليوم ما يحطش الفلوس في البنك باش تنجم وقت البنك تخدم به، يخير هو معناها يحطها في الدار، يقول لك على القصاصات وعلى كل شيء. بالطبيعة على القصاصات وعلى الجبايه زاده، ثم برشا يخافوا من الجبايه لان وقت ثم الفلوس موجودين في الحساب البنكي نتاعو، واللي اداره الضرائب عندها نظره على المربوح نتاعو برشا، دونك يخافوا من الحكايه هذه. صحيح. دونك تتلم كل شيء، العوامل الكل موجوده في تونس تخلي تونس يهرب من البنوك. لازم هذه الحكايه تتبدل، لانه الاقتصاد عقلية تتبدل شويه. لازم الاقتصاد ما يطلع ويصعد وتولي ثم عجله اقتصاديه تدور بالكدا، الا ما تكون العباد كل موجودين في البنوك وعندهم حسابات بنكيه او بريديه زاده كيف كيف. السؤال اللي يخطر على بالي توا، وقت اللي المواطن التونسي البسيط والطموح واللي الدنيا ما عطاتوش يمشي يسكر الكونت نتاعو، مسكين خاطر يمكن الشهريه وقفت ولا قعد بطال ما عادش يخدم، يقول لك انا خنسكر كونت كورون نتاعي، ماك تعرف كونت كورون ديما فيه حسابات وكل شيء، يقول لك خنسكرو وانا تنظم معناها كي ندبر خدمه اخرى تمشي نحل واحد اخر. وبالطبيعه يخوك الورقه من البنك اللي هو معناها تم اغلاق هذا الحساب كذا في تاريخ كذا كذا، الا انه مثال هو بعد 4 سنين ولا 3 سنين يكتشف انه الحساب هذاك راهو ما تسكرش، وكي يمشي يطلبهم يقولوا له مثال خلصنا كل 4 سنين مثال يحسبوهم له حتى 500,000 ولا 400,000 راهي قاعده مثال الكارت هذيك قاعده تمشي عليك. هذه معناها هوني التونسي شنو ينجم المواطن التونسي البسيط بالحق معناها خاطر يمشي تو يمشي لهم، نعرف انا شكون مثال برشا هكايا، شنو يعمل بالضبط في الحاله هذه؟ والله يشوف هو شويه من الحنه شويه مرتبط اليد. لانه ثم ساعات مواطنين يبعث ايميل للبنك يقول له راه نحب نسكر الكونت، والا يمشي للشيف داجونس ولا يمشي يقول له راه سكر لي الكونت، شيف داجونس يقول له اوكي سي اوكي وراه تسكر، اذا ما يجيش هكا راه. اللي يحب يسكر الكونت لازم يعمل مطلب مكتوب وياخذ عليه ديشارج اللي هو طلب تسكير الكونت هذاك. البنوك شو تعمل؟ وقت تجيها المطلب هذاك تشوف شو عندك انت في الكونت، عندك فلوس ثم روج، لازمك تسوي الوضعية الحساب هذاك. دونك العباد ماشي في بالها كي صبت المطلب اللي سيي البنكة قامت بالتسكير الكونت، لكن هي ما تسكرش الا ما تسوي الوضعيه نتاع الحساب نتاعك. دونك لازمك تقعد في البنك تمشي وتجي عليهم حتى تشوف كان يسالوك فلوس تعطيهم، كان عندك فلوس انت تاخذهم زاده كيف كيف، ووقتها هما يعطيوك اون اتستاسيون شهاده في اغلاق الكونت.
صحيح ثم برشا ديكا مالوريزمون يجيو في بنوك يعمل المطلب نتاعو وما يتبعش بعد ويتفاجئ اللي هو بعد 4 سنين وخمسة سنين ولا انتردي بانكير ولا ممنوع من البنوك الكل لانه عنده تخلف الروج وما الكونت ما تسكرش وتقعد العمالات ماشيه من العام لعام وتتزايد. هو ما ينجمش معناها يمشي يحل في كونت اخرى الا ما تعطيه البنك هذيك الاتستاسيون اللي هو سكر الكونت. لا ينجم يحل في اي بنك اخر لكن وقت ما عندكش لاتيستاسيون دو كلوتور هذاك نتاع اغلاق الحساب يقعد الحساب يجري عليك، يعني كانوا ياخذوا عليك مثلا 30 دينار في الثلاثي يقعد كل ثلاثة شهور يجبدوا عليك 30 دينار اللي هو مبلغ كبير ياسر يتراكم على سنين تولي عندك ديكوفير بونكير عندك مبلغ كبير في الروج اللي انت من بعد تجم ما عادش تجم تخلصه وتولي لك مشكله كبيره وتدخل في النزاعات مع البنك اللي يجمو يشكيو بيك وتولي حتى بالنسبه للبنك المركزي تولي انتردي بونكير يعني ممنوع من البنوك الكل. به سؤال اخر فما شكون يقول لك كان عندي خذي من عند قرض من عند بنك ومن بعد معناها كي صارت مشكله في الخدمه ما عادش يصبوا لهم كل شهر دونك عدوا له على اداره النزاعات ما نعرفش شنو معناها بالضبط استاذ وعنده تو 4 سنين معناها شنو معناك يعدوا له الكونت نتاعو ولا الكريدي نتاعو ما فهمتهاش هذه شنو الحكايه بالضبط كيفاش؟ بالطبيعه اذا هو يقف على خلاص الدين تولي يتعدى من جيستيون معناتها التصرف نتاع الملف نتاعو يكون موجود في الاجنس يعني في الفرع البنكي يتحول اداره النزاعات اللي هو موجود في البنكة اداره النزاعات معناتها باش يتعدى مش تولي عدول منفذه ومش تولي شكايات ومش تولي عقل. اي هو مثال من نجمش يهز لهم كل شهر مثال نقول احنا شويه فلوس تفتوا فهكايا وعلاش يسكروا له في الكونت نتاعو معناها؟ شوف هو ثم برشا عباد تهرب من المواجهه. لازم تمشي للبنك نتاعك من غير مخوف، لازم تمشي وتعطيهم الوضعيه نتاعك، تعمل مطلب تقول لهم راني انا ما عادش نجم نسدد المبلغ هذاك لكن نجم نسدد هو المبلغ هذا يجم يعاودوا له الجدوله نتاع القرض هذاك يبدلوا له يطولوا له في المده يجموا يلقاو حل لكن ساعات الواحد يهرب شويه من المواجهه ما لازمش لازمنا نمشيو نلقاو حل مع البنك وما نخرجوا لما نصحوا يعني جدوله جديده واللي تولي انت بطبيعه الحال لازمك الجدوله الجديده اذا ولات معناتها تتفعل لازمك تطبقها بحذافيرها ما لازمكش شهر تخلص وشهر لا لانه يجب يصبروا عليك شهر شهرين ثلاثه لكن اذا باش تقعد كل مره توخر يولي يقول لك انا نعدي لك الدوسي نتاعك للنزاعات وتولي المشكله مع المحاكم وهذا ما يساعدش المواطن. باهي نختموا استاذ اليوم ما تعرف اغلب البنوك تحد خلينا نقول انا من سقف طموح الشباب التونسي اليوم كل شاب تونسي اليوم يخدم والا مترسم يبدا يفرح برشا فرحان انه ترسم يقول لك باش نمشي ناخو كريدي على الاقل باش ناخو كريبه ولا ناخو قطاع ارض ولا دويره بو دار صعبه اليوم صعبه 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 دونك باش ناخو كريبه ولا قطعة ارض هكايا يبدا هو مثال يخلص مليون ونص زوز ملايين، إلا أنه البنك تقول له عندك الحق مثال هو زوز ملايين، تقول له عندك الحق كان 70 مليون، هو 70 مليون هنية مثال ما ينجمش هو مثال يبدا يحب ياخذ ويرة نتاع 120 مليون، 150، إيه هوني معناها ما فما حتى حل، فماش حلول معناها هوني إذا تبدا تعرف أغلب التوانسة كل شهرية خلينا نحكيو معناها الشهرية قداش تو التوانسة كل فماش ماك شكون يخلص 4 ملايين 5 ملايين ما عدا البعض خلينا نقول انا اغلب الشهري اليوم حتى كان موظفين زاده اغلب الشهري بين المليون ونص المليون و200 المليون و800 صحيح انك تحب تمشي تاخذ كريدي معناها هذا ما يكونش عندك ارض باش ترهنها ولا دار قديمه ولا دار الوالد ما عندك حتى شيء عندك وجه ربيك هاو عندك هاك المسمار في حيط باش تمشي تاخذ بيه كريدي على الاقل تنجم تمشي امور حياتك الا انك تتفاجئ البنك تقول لك مثلا نعطيك كان 30 مليون اي انا سامحني 30 مليون ونرجعهم من بعد 50 مشكله ما نجم نعمل بهم حتى شيء. صحيح. هو الحقيقه صار تضخم كبير في شراء العقارات من 2014 يمكن بعد الثوره هو بالطبيعه من 2014 صار اداء القيمه المضافه ب 13% على شراء العقارات السكنيه، على هو قبل ما كانش موجود الحكايه هذه. اداه التضخم بخلاف التضخم اللي نشوفوا فيه بالطبيعه كل يوم تضخم في القيمه نتاع العقارات اللي خلت التونسي تضخم ماهوش ماشي بنفس النسبه مع الشهر اللي هي ما طلعتش زاده برشا
ولا الاكسي للبروبريتي نسميوها صعيب ياسر. احنا كنا تونس تعتبر رائد في العالم، كانت النسبه في اول الفينيات 80% من التونسيين مالكين المسكن نتاعهم. هو النسبه هذه تحت ياسر لانه ما عادش خالطين، لانه المسكن ما ثماش مسكن اقل من 200 مليون يعني لائق باش تاخذ كريدي 200 مليون. ساعه ما يعطيوكش 200 مليون، يعطيوك كان 80% من المبلغ، لازم 40 مليون تجيبهم انت، و160 مليون هذوما اللي باش ياخذهم انت قرض لازم تخلص عليهم كل شهر لمده 13 و 15 سنه 2 ملايين في الشهر. يعني وقت واحد تكون شهريته 2 ملايين بالطبيعه باش يعطي كريدي، باش يخلص كريدي ويقعد، معناتها ما ينجمش لا ياكل لا يشرب، هذا حاجه بديهيه. لذا الاشكال ولا كبير ياسر. في الدول المتقدمه كلهم يتعداوا بالمراحل هذه، يصيروا سكون ابيل احنا الدول تعمل المساكن الاجتماعيه، مساكن اللي هي تكون القيمه نتاعهم اقل برشا من القيمه اللي تعملها لي بروموتور الخواص، واللي هي تمكن فيها دي ميكانيزم معناتها قروض من غير فوائد. الدولة عملت محاولات الدولة التونسية لكن محتشمة ياسر الحقيقة، اللي هي تعاون سيرتو العباد اللي تبدا حياتها المهنية باش تعطيهم سيفونسيون شوية تاع الفوائد مع القروض البنكية باش تخلي العباد يجموا يشريوا مسكن. هذا إضافة للي برشا عباد كما قلت أنت اللي ما عندوش اللي ماهوش تيتولير مرسم. البنك ما تقبلكش حتى باش تاخذ ما تستعرفش بيك، تبدا عندك سي دي دي يعني عقد ذات مده محدوده، البنك ما تقبلوش. زاد واللي تعرفوا اللي اكثر من 50% من العباد عندهم معناتها عقود ذات مده محدوده. زاد البنوك لازمها زاد تتاقلم شويه مع التطور الاقتصادي اللي صاير ومع اللي مع الوضع بالطبيعه، لانه والبنوك تبارك الله برشا بنوك في تونس ماهيش قاعده تعمل في مرابيح صغيره، يعني عندها الامكانيه باش تحسن شويه في العباد اللي تجم تعطيهم قروض وتسهل شويه، لانه شويه افور من عند الدوله وشويه افور من عند البنوك نجموا حل شويه بشويه نلقاو الحلول. شكرا لك استاذ قيس الفقيه خبير محاسب على كل هذه المعلومات، جاوبني على كل الاسئله نتاعك. ان شاء الله في حلقات اخرى نحدد موضوع نحكيه فيها. فقط اليوم حبيت نختم هوني انه بعض البنوك يلزمها تتاقلم شويه مع الوضع الاجتماعي اللي قاعد يعيشه التونسي. اليوم اغلب التوانسه شاريها بين المليون ومليون و200 مليون و300، والتونسي هوني اليوم كي يوصل شهريه مليون و200 ويبدا مترسم يفرح برشا يفرح برشا، يقول لك خلينا نمشي البنك ناخذ على الاقل كريدي باش نجم معناها ناخذ شكا يقطع طرد ولا كهرباء ولا حاجه، الا انه يتفاجئ انه المبلغ المسموح به ما يتجاوزش ال 10 ملايين ولا 15 مليون، دونك هوني ما نجم يعمل بهم حتى شيء. هذاك علاش ماذا بينا لو كان تتغير الاستراتيجيه هذه معناها نقويو شويه على الاقل في الشيفر نتاع القرض، على الاقل هكاك المواطن ينجم معناها يعمل حاجه كريهبه وهل قطع طرد ولا حاجه، سينو الديار ما نجموش نحكيو عليهم الا في صوره ما تتغيرش بعض القوانين. هذه نهارك زين، مازال نحن مواصلين معكم شويه اخر باش نستقبلوا اخصائيه التغذيه سهى قلبي بن يد باش نحكيو على الكبد الدهني، شنو المرض هذايا وشنو المضاعفات الاختيره اللي تنجم تصير عليه. هذه نهارك زين.